حضرتك دلوقتي عايز اسالك سؤال. اتفضل. في بعض الشباب ممكن مثلا لو خسر في مشروع كان عامله او مثلا خسر وظيفه كان فيها يزعل جدا، يعني اي حاجه تخص الدنيا يزعل قوي، تمام. وممكن مثلا لو ما بيصلي هو يعني ما بيكونش بيصلي او ما بيفكرش في الاخره ولا فرق معاه، ده ايه يعني؟ ده عنده ضعف في تصور الأمر الآخرة مقارنة بأمر الدنيا. الدنيا عنده كبيرة قوي قوي، لدرجة إنه زي أنت ما بتقول كده، يعني ساعة ما يخسر حاجة الدنيا في الدنيا تقوم ما تقعدش، ويفضل بقى لدرجة إن ممكن يحصل له اكتئاب. ده حقيقة. وفي حين بقى إن هو مثلا لو ما صلاش الفجر عادي، في حين إن الأمر أصعب بكتير جدا في خسارة الآخرة. ولذلك مثلا الست اللي حبست القطة، أنت ممكن تكون شايف الموضوع سهل من وجهة نظرك كده، الأمر عادي، واحدة قتلت حبست قطة، إيه المشكلة يعني؟ لا، ده خد بالك، ده هي سبب، مع إنه ده ذنب بسيط من وجهة نظر كتير من الناس، كان سبب في دخولها النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليها أفضل الصلاة دخلت المرأة النار في هرة، لا هي حبس لا هي أطعمتها، يعني حبست القطة فحبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أخرجتها تأكل من خشاش الأرض. فكان الشاهد من القصة دي إن لما عملت ذنب وأجلت الذنب ده للآخرة كان سبب في هلاكها، في حين إن ربنا سبحانه وتعالى شكر لرجل سقى كلبا بنعله، لقى كلب عطشان، قام جايب النعل وقام رايح مشرب الكلب، فربنا شكر له ذلك. لما تيجي تبص للمثالين دول الامر يخوف، الامر فعلا يرعب. ولذلك انا عايز انصح كل الناس وخاصه الاباء والامهات، لازم تربوا اولادكم ان الدنيا مش هي كل حاجه. مفيش مانع ان انا ابقى ابني يجيب احسن كليه واحسن درجات ويجيب امتيازات ويجيب تقديرات حلوه جدا، مفيش مانع اطلاقا، واحنا كلنا بنسعى ان اولادنا يبقوا كده. بس زي ما بتامن مستقبل ابنك في الدنيا، لازم تعوده ان هو يامن مستقبله في الاخره التي فيها ما لا عين رات، في الجنه التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ودايما تعلم اولادك، ويبقى الناس عندها دائما كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الاخره همه اتته، من جعل الاخره همه اتته الدنيا وهي راغمه، ومن جعل الدنيا هم جعل فقره بين عينيه. يبقى انت ما فيش مانع تمسك بجزء من الدنيا، ولكن ما يبقاش على حساب الاخره. ابو بكر تصدق بماله كله اكثر من مره، ليه؟ عادي، خساره الدنيا مش مشكله، اهم حاجه اكسب بالنسبه لي الايه؟ يعني انت شايف دلوقتي، يعني مثلا ممكن لو حد سمع الكلام يقول ان احنا ما نفكرش اصلا في الدنيا. لا اطلاقا، ما عندناش اي مانع. وانا اظن كنا اتكلمنا انا وانت في الموضوع ده قبل كده، ان امور الدنيا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فامشوا في مناكبها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليزرعها. يعني ده الحث على العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. كل ده ما عندناش مانع منه اطلاقا، بس ما يبقاش على حساب اخرتك. لما يتعارض امر من امور الدنيا مع امور الاخره، فايهما تقدم؟ هتقدم امر دنيتك ولا هتقدم امر اخرتك؟ صهيب الرومي مثلا على سبيل المثال، وهو بيهاجر من مكه للمدينه، والمشركين وقفوه قالوا: انت رايح فين؟ لقد جئتنا صعلوكا لا مال لك، تعالى تفضل موجود معانا هنا تدينا الحاجه اللي عندك. تخيل صهيب الرومي يعمل ايه؟ قال: الا ادلكم على مالي وتتركوني؟ انا هقول لكم مالي فين وبيتي فين وكل ما املك فين، وسيبوني، سيبوني في حالي. فقالوا له: نفعل. يعني احنا واخد بالك، يعني ما عندناش أيوة مشكله، يعني الصفقه دي مشكلة جميله واحنا سايبينها. وبالفعل قال لهم: انا مكان بيتي في المكان الفلاني، ومالي كذا ومالي كذا ومالي كذا. وانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمى كل الدنيا وراء ظهره. هو خلاص بيخير دلوقتي ما بين انه يهاجر ويروح للنبي وما بين حاجته ودنيته، قدم حاجه النبي. ولذلك اول ما دخل المدينه الكل بقى داخل عليه يقول له: ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. فيقول لهم: ايه وما ربح البيع؟ ايه قصه ربح البيع دي؟ قال: لقد انزل الله عز وجل فيك ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يعني في ناس بتبيع نفسها عشان تشتري الاخره، مش ان هو امر عادي بالنسبه له ان هو يخسر
ما فيش مانع ان انا اخسر الاخره، انه ما صليش عادي، ان ابني مثلا يكون بيشرب سجاير عادي، يكون بيشرب مخدرات عادي، بس انا عايز ابني في الدنيا يبقى عنده عربيه ويبقى عنده كذا. وللاسف دي بقت مشكله احنا عايشين فيها، دي مشكلة بجد. وربنا اولادنا على كده، وطلعت اجيال ممكن فعلا يتعب لما يخسر حاجه. الصحابه نفسهم ما كانوش كده يا جماعه، انا بستغرب والله العظيم، الصحابة ما كانوش كده. مصعب بن عمير ده لما حب الدين وحب ان يدخل في الاسلام، مصعب بن عمير ده كان شاب مرفه جدا لدرجه، وطبعا امه كانت غنيه، كانت ثريه جدا، كانت بتجيب له عطر، طبعا كانت الفخفخه بتاعتهم اياميها كانت كانت على دلوقتي قد بقى وكده. كانت العطر وبتاع، دلوقتي بقت العربيه المرسيدس والبي ام وبتاع. فطبعا كان مصعب يحط العطر، كان يمشي في الشارع كده في الطريق، ايوه ويمشي خلاص، كان ماشي هنا اول النهار، اللي ماشي اخر النهار في الشارع يعرف ان كان مصعب كان موجود هنا من ماشي ريحة العطر. من ريحه العطر الجميل. لك ان تتخيل مصعب بن عمير لما يدخل في الاسلام يسيب كل ده كله، لدرجه ان مصعب لما استشهد ما لقوش حاجه يكفنوه بيها. لك ان الدرجات ما لقوش حاجه يكفنوه بيها، كل ده عمل ايه؟ كل ده رماه ورا ظهره، واتقطعت ايديه واتقطعت رجليه في المعركه في الغزوه، كل ده عشان اخرته يامنها. اما الدنيا ايه المشكله يعني الدنيا لو خسرت؟ وللاسف بقى فيه بتلاقي للاسف كتير بيخسر دنيته واخرته، ودي بقى المشكله الكبيره، بتلاقيه عيني فقير والفقر راكبه، واخد بالك؟ ده حقيقة. وتلاقيه ما بيصليش، وتلاقيه بلاوي عليه من كل ناحيه، خسر الدنيا زي اللي بيعبد ربنا على حرف. في ناس كده تعبد مع ربنا بالايه؟ بالمزاج كده، انا الدنيا حلوه معايا، انا اصلي وتمام والدنيا عسل. طب الدنيا زنقت شويه، اشمعنى انا؟ وليه يبقى انا عايش كده؟ واشمعنى ربنا يختارني من وسط الناس دي ابقى مبتلى؟ ما يعرفش الناس كلها في امتحانات واختبارات وابتلاءات، ويبقى بقى بيتعامل مع ربنا بالايه؟ بالقطعه. انا انت اديتني ابقى تمام، ما ادتنيش والدنيا كده خلاص انا مش عايز، مش لاعب يعني. عشان كده ربنا بيقول ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته خير اطمأن به، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. خسر دي وخسر دي والله العظيم. والكلمة دي يا ريت خدها من أخوك ونعلمها للناس. اتفضل. ما ابتعد أحد عن ربه سبحانه وتعالى، فيش واحد بيبعد عن ربنا ويجد السعادة في قلبه أبدا. أنت عندك بتلاقي في الغرب معهم فلوس كتيرة جدا، وتلاقوهم كل يوم بيتفننوا في سبل الانتحار. اوعى تفكر الناس الاثرياء اللي هم فنانين والفنانات اللي انت بتشوفه قدامه الفرحة والسعادة، الحاجات دي كلها حاجات مزيفة. انت بتخش لو دخلت هتلاقي بلاوي ومتلتلة. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى القلوب في يده، هو اللي بيعطي السعادة يا محمد، هو اللي نعم بيديها لك. فربنا سبحانه وتعالى هيمنع السعادة من قلب المؤمن، قد يضيق عليه، قد يحدث له الابتلاءات. يعني الأزمات اللي بتحصل والحاجات دي كلها عادي، هي تحصل لأي أمر حد. طبيعي إن يضيق عليك حتى ترفع عند ربك سبحانه وتعالى. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل، فإحنا عايزين بس دايما يبقى نظرتنا على آخرتنا. ما فيش مانع إن أنا أكون أعمل في الدنيا، أجد وأجتهد وأكون أشطر واحد، طبيب أحسن طبيب، مهندس احسن مهندس، اي مهنه تكون احسن واحد فيها، ما عندناش مانع، بس ما يبقاش على حساب اخرتك. جزاك الله خيرا. الله يكرمك حبيبي. جزاك الله خيرا حضرتك. فرصه سعيده يا غالي. انا اسعد حبيبي.